فضيلة الشيخ، نجد في بعض البلاد العربية أو بالأحرى الجماعات أو الطرق الصوفية يؤدون الصلاة في المسجد، بينما أنه يوجد بالقرب منه مقبرة أو كما يسمونها ضريح الشيخ فلان، وعند الإنكار عليهم يدعون بأن هذه المقبرة بعيدة عن المسجد، وتجد يعني كثيرا منهم يعني لا يستدل بدليل على هذا الفعل ويدعون ذلك، فيقولون أن هذا المسجد منفصل عن الضريح، نعم، يعني بينه مسافة. طيب، فما صحة الصلاة في هذا المسجد إذا كان المسجد ليس في المقبرة؟ نعم، وليس فيه قبر؟ نعم، الصلاة فيه صحيحة، لكن بجواره يعني ما بعيد، ولو كان بجوار المقبرة ما دام المقبرة ليس أمامه. نعم، مقبرة على اليمين وعلى اليسار. نعم، فليس فيها شيء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. أما نعم، إن كان المسجد قد بني على القبر فالصلاة فيه لا تصح، وإن دفن القبر في المسجد، إن دفن الميت في المسجد فإنه يجب أن ينبش ويدفن مع الناس.